أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قرأ الإمام قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هل يقول المأموم حينئذ سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة المفروضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقال في سبحان ربي الأعلى في السجود، قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، هذا محل التسبيح. نعم.